الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتها بالبراميل المتفجرة. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد 18/4/2015. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتها بالبراميل المتفجرة والدخان تصاعد 18/4/2015. ولا تزال الطائرة المروحية في الهجوم. ولا تزال الطائرة المروحية تحلق في أجواء مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي.